اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضل. شكرا، عزبتوا حالكم. اهلا وسهلا. تفضل اخي. هذا الرجال صار تاريخ، ما بيله لا تماثيل ولا شيء، كل يلي بقيان له هالصورتين وبس. شو هالتمثال؟ مو معقول قديشك واحي فضولي، من قعدتك بلشت تسأل أسئلة. الواحد بيسأل عن وشي أنا، بيقول خير ليش وشك هيك؟ صحيح خير، ليش وشك هيك؟ حادث بيصير مع الإنسان، حوادث مثل هيك وبصيبه وقت بيقول أنا ما بيصيبني شيء، وبأكتر لحظة بتوثق فيها بحالك بتقول التانيين بيعملوا حوادث لأنه الجماعة فاشلين مو منتبهين. وقت بيقول الواحد ما حدا بيسوق السيارة مثلي بتصير معه الحادثة، بيطلع قدامك واحد غشيم، حتى ما تصدم الزلمة بتعمل انت الحادث. المهم انه السيارة لها بالونات وقدرت انك تنفذ منها وما متت. مو بسبب البالون، بسبب الحزام. أنا ما بطلع بالسيارة من دون الحزام. يمكن عم تحكي على شيء كبير بقصة الحزام هي. ماشي يا مراد علمدار، رح أحكي معك على صغير. لما الإنسان بيشوف قدامه واحد كبير مثلك بيصير يحكي معه كبير، بس أنا رح أحكي على صغير، رح أحكي لك عن صغري. أهلا وسهلا. يسلموا. كان أبي ينقل على البغال يجيب بضاعة تهريب من سوريا والعراق. عمامي وولاد عمامي وكل العيلة كان شغلنا كثير منيح، وخاصة لما كبرت قصة اليسار واليمين جماعتنا نقشت معهم بقصة تهريب سلاح. حتى اجى يوم الانقلاب فجأة. قديش في رجال كانوا عند أبي يشتغلوا؟ بعد الانقلاب كلهم دخلوا على السجن، وبقيت أنا لوحدي برا لأنه عمري مو خرج السجن، يعني ما تركوني لأنه شفقوا علي. عيلتنا كبيرة كتير، وبيلزم مصاري للي جوا وبيلزمنا كمان للي برا. مختارنا في معه مصاري كتير، رحت طلبت منه يديني، قال لي بعطيك مصاري بس بشرط. قلت له شو هو الشرط يا مختار؟ قال لي في عندي بضاعة وصلها على اسطنبول، أنا دين ما بعطيك، بعطيك مصاري إجرة التوصيل. طلع كان لازم تتوصل البضاعة يوم الانقلاب بـ80، لما صار الانقلاب بقيت البضاعة عنده. ايه وشلون وديتها؟ لوين؟ مين بده يوديها؟ كانوا العسكر حتى للحيوانات ما عم بيسمحوا إنه تروح من ضيعة لضيعة. كيف بدك تنقل بودرة؟ لا وبدك تنقلها على اسطنبول كمان. وين اسطنبول؟ كنت سمعان باسمها وماني شايفها الا بالتلفزيون. راسي ما كان يهدى. قلت له اتركني وبعدين برد لك خبر. اخذت شوية دين وطلعت. رحت على القهوة. ما عم بحكي مع حدا وكان التلفزيون شغال. والبشاوات عم يستعرضوا طولهم على التلفزيون. قلت لحالي يا ريتني كنت بعرف شي حدا من هدول البشوات. ايه وتعرفت على كنان ايفرين؟ لو بتعرف مختارنا كنت مت من الضحك. واحد ما عنده شرف، لا عنده شخصية ولا موقف حتى. بعد الانقلاب بشهر واسبوع بس حط هذا التمثال النصفي بغرفة المخترة. وين عمله ومين اللي عمله يا ما حدا بيعرف. ركض دغري لعند المختار. قلت له انا بعمل لك هاي الشغلة، بس على شرط تعطيني هذا التمثال. ايه استحاز بالله وقال لي بدون هالتمثال مننتهي، العسكر بيخلصوا علينا. انت بتعرف شو يعني هذا التمثال؟ قلت له ايه بعرف، لكن انا رح ودي البضاعة بقلب هذا التمثال على اسطنبول. وحطيت البضاعة جواته؟
تماما. جبت البضاعة وبكل نقطة تفتيش يضربوا لي تحية ويخلوني مر. وما سألوك على الحواجز شو يلي حامله؟ سألوني. قمت قلت لهم القائد كنان أفراين ولي نعمتي أبي، وأنا كتير بحبه لقائدنا، وعملت له تمثال ورايح لحتى إهديه. وهي أول نقلة لإلك؟ بالضبط. وبعدين؟ بعدين عملت نقلة تانية. يا ريتك مستخدم عقلك بشي شغلة فيها خير. شو كنت بدي أعمل يعني؟ لو كانت الشغلة بإيد أبي كنا راح نمضي عمرنا على ظهر البغل. أما هلأ أنا معي مصاري لدرجة ما حدا بيتصورها، صرت قوي. ما حدا صار معه منيح بهذا البلد من ورا كنان إيفرين غير حضرتك. هذا أبي أنا، أبي. وأنا من أول ما شفتك قلت لحالي هذا ابن مين؟ يعني يلي أنا بدي أقلك يا سيد مراد أني أنا ما كسبت المصاري بسهولة. تصور أنه أنا مررت بضاعة من 100 نقطة تفتيش بعد الانقلاب ووديتها لمحل ما بدي، وحضرتك هلأ جاي لعندي لحتى تقلي ما رح خليك تشتغل الشغل تبعك. أوف، وأنا أمتى قلت لك هذا الحكي؟ بدلت لي بضاعتي ببضاعة مضروبة ووديتها على ألمانيا. حلال عليك، أنا ما بقول شي، عملت اللي بدك تعمله قدام عيني وأنا كنت نايم. حادث وبصير. أما إذا بتطلع قدامي مرة تانية مثلا بتمطر فوق بضاعتي أو بتجينا كبسة أو بتغرق السفينة أو حتى ببنشر دولاب الشاحنة، لا عاد رح يبقى عندك بيت ولا رح يبقى عندك رفيق وما رح يبقى من عمرك يوم لحتى تعيشه. سيد يشار، إذا اسمك بالتركي يشار معناته عايش، فلا تفكر حالك حتعيش على طول. أنت لهلا يمكن ما عملت غير سفرة واحدة مع عزرائيل، بس أنا مقضي عمري معه. عم تعمل شغل قوي وعامل روابط مع المنظمة ومع الأمريكان ومع الألمان وما مخلي حدا، فماشي حلال عليك، قدرت تتفق كتير منيح مع الشيطان، بس أنت ما بتعرفني. لا، سألت عنك بمحلات معينة. وشو حكوا لك عني بهالمحلات؟ قالوا لي إنك رجال كبير، وقالوا لي كمان إنك ابن الأم الكبيرة. بس شو نسوي إذا أمك هي رفضتك وقلعتك؟ هنن هيك حكوا لك. طيب لأحكي لك أنا، الدولة هي أمنا وقلت لي إنك بتعرفها. للأسف طلع أولادها ما فيهم خير، على قد ما اشتغلوا مع ناس أمثالك ما عم تلاقي ابن يحافظ على ميراثها أو يحافظ على شرفها أو حتى يحافظ على عدالتها. وعم تقلي عم يحكوا لك؟ بيوم اجوا قالوا لي انت مانك بهذا الطريق، ما عندك عيلة، ما عندك حدا تحبه، ما عندك مستقبل، ما عندك أمل. بس إذا انت ما دخلت بهذا الطريق فما في حدا تاني غيرك رح يدخل فيه. أنا قلت لحالي بدخله. قاموا قالوا لي مالك هوية، قلت لهم موافق. قالوا لي مالك وش، وكمان وافقت. لا عيلة ولا بيت، ضحيت بكل شي من شان الوطن. عملت شي غلط؟ ما عملت. أنا دخلت بهذا الطريق وسحبت كل الوسخ يلي بهالدولة. بعدلك منجد اليانصيب، ضي اللاظي، خسروف أغا، نجم المنشار، السيف، وحتى القرخالي، اسكندر الكبير. تعرفوا اسكندر الكبير؟ أنا لو كنت عامل مقبرة من الناس يلي دفنتهم كانت انملت المقبرة على الآخر. شوف يا سيد يشار، أنا ما في حدا هددني وضل عايش. هلأ فرجيني حالك، بدك تمرر جرام بودرة؟ رح تجيك 100 كبسة ورح تنزل عليه المطر، ومو بس رح يبنشر دولاب الشاحنة، رح تنفجر الشاحنة كلياتها. يشار آغا، إذا حابب إنك تعيش كتير رجع لشغلة أبوك ونقول على البغال،
مالك خبزه وانا موجود. مشي الحال معك؟ ايه مشي الحال معلم. مراد على مدار. عفوا نسيت لك، جبت لك بقلاوة خصوصي لإلك، حطيت لك اياها بصندوق السيارة تبعك. ليش عذبت حالك؟ أي عذاب هذا؟ بالنسبة إلي كانت متعة. أنت عم تفتح سيارة للجماعة هنيك؟ قالوا بدنا نسحب السيارة لهيك عطيتهم اياها. صف على اليمين. افتح الصندوق. مرة تانية ما بتقلي العقل وبتعطي المفتاح لحدا عابد. اليوم راس البروفيسور بالصندوق، بكرة بيحطوا راسك. سكر وتعال. خالي عزت اغا زايد. رأس المدات، اهلا وسهلا. جوهر قوم تف ونف بعيد او اشرب زهرات بتفيدك كتير، بس بالرشح مو بهديك الشغلات. خالي والله مو خارج اتحمل مزحها. امرأة جوهر. خالي شو ابني قلت شي؟ كيف رجال؟ ليش قاعدين هيك برا بهالبرد؟ تفضل شوف كيف جوهر مرق. يا حبايب اهلا وسهلا فيك. اهلين وسهلا. نجدات روح جيب لنا قهوة. ايه هات فرجينا المصاري لنشوف. فرجينا لنشوف بقيان شي ما دفعته. ما هيك جوهر؟ ايه خالي. يا كبير احفظ بركتهم. عزوز هدول المصاري مكتوب عليهم اسم كنان إيفرين جمال غورسان او اي اسم تاني؟ ما فهمت عليك. ايه اذا ما فهمت بيكون احسن. ليك اخي انت بتدفع المصاري نقدي وهذا شي منيح، بس انا رجال من الزمن القديم تخبي المصاري بقلب المخدة. هلأ بتنتلي المخدة بسرعة، بعبيهم بالحاف، وهذا لما بيملى بعبيهم بالفرشة، وبعدين منبلش فيهم ساعة ما بيبقى محل نحطهم. معقولة هاي الشغلة بتصير بهالوقت؟ ليش أنا ما قلت لك من شوي أنا رجال من العصر الحجري، أما لي مديرم. المشكلة بتخبئة المصاري عزت آغا. تعرف عنا مشكلة مع هذا قليل الأصل أو إيصال. هلأ إذا حطناهم بالبنك الدولة بتسرقهم وبتاخدهم، وإذا تركناهم بقلب المخدة بيفوتوا علينا الحرامية. دخلتني بشغلة السجاير يا عزت، حرمتني من النوم على الآخر. مين هالغنية اللي بيحط مصاري بالخزنة أو بالبنك يا زازا؟ كل واحد في عنده وسيط. أنا قصة الوسيط ما كتير بحبها أخي. بيسرق ما بيسرق أنا ما بتحمل هذا الشيء. بخنقه
ما هيك جوهري؟ تخنق دغري خالي. كبر عقلك، الجماعة عم بيديروا مليارات الدولارات، ليش ليسرقوا مصاريك ويتبهدلوا؟ كأنك بتعرف حدا قال يعني. معلم، بدل ما نجي كلياتنا لهون لو كنا اخذين شرف الدين وعيلته عبيتنا ما كان في داعي لهالشي. تركي انت خليك بشغلك، خدوا السيارات على محل ما يبينوا فيه، خدوا احتياطكم، بس لا تتدخلوا بالجماعة، اتركوهم يدخلوا لجوا. تفضلوا. وهلأ ليش جايين؟ منشان نأمن على حياتكم. على أساس ما رح يعرفوني؟ عرفوك وما عاد يطلع شي بالإيد. عزيزي شرف الدين لا تشغل بالك، أنا بكتب لك التقرير. أنت ما رح تروح على شغلك فترة، ولهذاك الوقت بتكون انحلت هاي المشكلة. أختي يا ريت تاخدوا معكم شوية أغراض، ما رح تقدروا تقعدوا ببيتكم هاليومين. معلم، بدل ما نستنى يشار هون منروح منهجم عليه. بنفكر حاله سبقنا بخطوة، بس نحن رح نفاجئه بخطوتنا. عفوا معلم، بما انكم هون بدكم تسمحوا لي، انا رح حل مشكلة التقرير الطبي. تركي حاول لا تبين كتير بالوش. لا تشغل بالك ابدا معلم، بعجبك بتحرك مثل الميكروبات. معلم ليكن اجوا. ماشي شكرا. نزلوا اثنين لتحت واثنين لفوق، يلا. ما في حدا. ما في حدا معلم. وينهم هدول هلا؟ عدو على الأرض. اسمي أخي كمان. تعال. ب
بتسلمولي على معلمكم يشار وبتقولوله من هلا ورايح كل شغله مشلول ورجاله مشلولين، وإذا بيتجرأ مرة تانية وبيقرب على أي حدا من يلي بعرفهم هو كمان رح ينشل. أوصوهم برجليهم. المصاري ما بتكفي، أنا قلت لهم إنه في شغلة كبيرة كتير. ما حكيتي مع شهميران؟ شو شهميران؟ ابن خالتي لأحكي معه إمتى ما بدي؟ روحي قولي للسيد شهميران يلي مانو ابن خالتك خليه يبعث لي مصاري، هو بيفهم شو قلت. يلا بتقدري تروحي. رح يجي واحد اسمه شرف زازا أوغلو، ابعتوه لعندي بدون ما يستنى. تفضلوا من هون. مصاري شو زوزان؟ الأخ يلي بعتني لعنده قال في شغل مربحه كبير، وإذا بتبعت له مصاري أكتر بيقدر إنه يفوت بالشغل هاد من طرفنا بس. طيب أنت عرفي لي التفاصيل، تعالي احكي لي إياهم من الأول للأخير. بالنسبة لمهمتي الأساسية لسه ما عملت التقرير اللازم عن لالا زارا سيدي الرئيس. أنا أخذت التقرير من لالا زارا شخصيا، هذا الموضوع أهم من هداك. تعالي لهون بأقصى سرعة واعطيني معلومات. تأمرني بشي من المدينة سيدي الرئيس؟ بأمرك أنك تجي لعندي بأسرع ما يمكن. لو ضلينا على المي كان أشرف من هاي اللي برقبتي، حطيت لي إياها وما عم بحسن أتنفس بنوب. يعني عم تقولي يمكن تموت فيها؟ لا عم قول إنه ما عم بحسن أتنفس مو أكتر خالي. إيه بس أنا لا بقلي خالي. اتعودوا يا أولاد. إيه من هلأ ورايح رح تصيروا من جماعة الغنية اللي بيمشي مع الأغنية. إيه شو هالزمان؟ كان في عبده تبع الفائدة، كنا نروح لعنده حتى بالشحاطة، كان ما يطلع على الجرافة يطلع على المصاري. يلا 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 هلأ يلا. سامحونا. لا ما ضربك نجدة شبك؟ صار شي استاذي؟ لك بنتي إذا بدكم تحطوا أزاز بطريق الواحد لازم تحطوا إشارة ضرب مشان الدلافين ما يفوتوا فيه. معلوم. شكرا.
قومي تقومي قيامتك. اهلا وسهلا. سلام قوفان. شرف زازا اوغلو. وهذا جوهر. اهلا وسهلا. هيك سويتوا فيه. وهدول نجدك. شرفنا استاذ. اولاد اختي. اهلا وسهلا. السيد عزت حكالي عنكم كثير. الله يقوي. طيب هلا اخي حرب. سلام. سيدي حرب ولا سلام؟ هدول اخوة مثل بعض. من الاخر اخي، نحن معنا مصاري والحمد لله. خالي لا تعطي رقم. شوف انت قاعد على الطاولة. حاليا ما رح نعطيك اي رقم. ايه بس معنا مصاري كتير. ايه بعرف. ومنين بتعرف؟ انا بعرف انه الكون اثر كبير على الشارع وانه عنكم قوة اقتصادية كبيرة. عزوز قال لك هذا الحكي؟ لا بعرف هالشي من قبل. شايف جوهر؟ خالك صار مشهور كتير. في حدا ما بيعرفك يا خال؟ قلتك. طيب هلا اللي اخي حرب، انت مين في وراك ساندك؟ على مين معتمد؟ يعني انت على مين بتعتمد بهالشغل تبعك هون؟ يعني لا سمح الله لما بتكون المصاري تبعك معك، اذا انت متت مثلا او اذا انخطفت مثلا، اذا فجأة وقف قلبك، ها؟ اذا فجأة ضربتك سيارة مثلا، او اذا قطعوا لك لسانك، او اذا قطعوا لك ايديك، ها؟ مين رح ينقذك من هذا الشيء؟ يعني انا لمين بدي اشكي همي بهالحالة؟ يعني من مين بدي اقبض المصاري تبعي؟ شوف سيد شرف، هي اسمها مؤسسة. انا بعرف اسراركم الخاصة طبعا. ايه بس هي الشركة مأمنة تأمين دولي. لحتى اليوم هاد ما صار على مصاري حدا من اصدقائنا اي مشكلة، وكلهم مبسوطين لأبعد الحدود من الخدمة تبعنا. تعطينا سند بالمصاري؟ نحن ما مندين بالفائدة، رح نعطيكم اسهم مقابل المصاري اللي بتدفعوها. ليش عم تتشاطر علي؟ عم تلف وتدور حتى ما تقول انك تبع فائدة؟ هاي انت بتعطي سند. جوهر انا حطيت هاي الجراف برقبتك حتى تقصى مشان تخفف حكيك على الاخير. من الاخر هلا اخي حرب، نحن بدنا نعمل ضرب ضربه مضاربة، يمكن هيك اسمه، ما هيك؟ أعطيه المصاري. أي معلم بأي قطاع بدك؟ مين؟ بالنسبة لنا ما بتفرق. نحن بدنا من هدول الضربوان يلي بيكسبوا مصاري كتير. بيصير طبعا. شوف حبوبي، تليفونك رح يبقى مفتوح 24 ساعة، عم تسمعني؟ أنا بتابع العالم دايما، ما بنام هيك مثل جوهر. تعرف اليابانيين؟ أنا بدوخ فيهم. أكثر شيء بحب شغل الضاربين اللي عندهم، وبحب الشغل تبعهم، ما هيك جوهر؟ لما بينزلوا الوراق بتفكر إنهم عم ينزلوا من البرج من فوق لتحت، قديش بيزعلوا من قلبهم وبيقتلوا حالهم فوقه وبينتحروا. إيه ناس عندهم شرف، بيسحبوا هيك وبسم الله هيك وبيغرزها. ما بعرف إذا فهمت علي يا أخي. شبك يا
شو هذا مجنون؟ سيريا بعد هيك من خلقتي مش هيك قدامك مرحبا شو بكون سيد مراد في حدا ملحقني ورح يقتلني ما بعرف انا وين هلا بسأل وين انا لك يا اخي لا تكب وليش عم تكب شغلات وسخه انا رح احاول اهرب معلم دار. أنا بدي أقتل تبع الجمارك أنت اختار شرف الدين ولا تركي مين كان يجيب لك الرشوة تبع يشار؟ مخلص جمركي اسمه رستم وهذا الزلمة وينه؟ قالوا نحن قلنا لحالنا انه مراد على مدار رجال وفي ما بينسى الناس اللي كانوا بخدمته بالزمانات ولا بيتركون وبيعطي روحه مشانهم بس للاسف طلعوا غلطانين يلي سمعته صحيح انت بتسمع كل شيء صح بس بتسمعه ناقص شوي هو بيعطي روحه منشان اصدقائه بس بياخذ ارواح كثيره قبل ما يعطي روحه شايف يا سيد تركي شرف الدين ابن مبارح صار هلأ أهم من تركي بالنسبة له عم بيقول يموت بس ما بيعطي شرف الدين وقال لي عميد اللي بدك يا بتركي كل شي بيقوله السيد مراد على الدار بكون هو الصح ما شاء الله سمعت يا مراد على الدار لهلأ تركي بيصدقك وبيحكي عنك بالمنيح يا شار ترك تركي خلي يجي لعندي لأني إذا بروح لهنيك أوصل لك يا برجله مشان ما عاد يقدر يتحرك لهيك إذا بتفضل تعال وإذا بدك لا تعذب حالك بعت لي شرف الدين وأنا رح أبعد تركي على المستشفى تبعه إلهان مرمي وقفوا نزيفه لهذا الغبي لأحسن ما يموت روحوا جيبوا ضمادات لرجله هذا عنوان المخلص جمركي
انتوا روحوا على البيت. عابد انت خليك معه. حاضر معلم. معلم إذا اتصلنا بألبير بجوز يكون بيعرف حدا من جوا ويمكن يقدروا يحددوا المحل اللي حكى منه يشار معنا. ما عادوا يعطوا ألبير عنوان دكانه يا عبد الحي. معلم لو تتصل بالست المدعية بتعرفه بدقيقتين. بيصير ومنروح على المجلس العدلي. إذا كانوا كلهم نسوان بيناسبني. خلي المرة تبعك تجي لكان. طالما في مدعية فبتصير الأمور تمام. معلم لا بقى تقول عن هي المرة تبعك وما تبعك. حتى المزح مو مقبول. شو فيها من المرة؟ ما هيك عبد الحي؟ مو على أساس الرجال بينحب ما بيحب أخي ما هيك؟ معناتها خليها تحبك إلك. قطاع الطرق بيحبوا بعضهم. أنت سيد رستم؟ سيد رستم طلع مين بده إياه؟ أنا ما بعرفك ماشي الحال. شلون أنت ما بتعرفني؟ أنا شو عرفني شو عم يعمل السيد يشار؟ رستم معك 60 ثانية لحتى تحكي ومن صالحك إنه تحكي. كان بكفي تسألني هيك. طبعاً راح أحكي اللي بعرفه. رستم يشار وين حاطه لتركي؟ معلم أنا ما بعرف وين بيكونوا حاطينه بس لازم تشوفوا مستودعات يشار كلها. رح بعطيكم القائمة. الـ60 ثانية خلصوا. خلاص رح احكي. لك طالما بتعرف ليش ما عم تحكي من الاول؟ خلاص والله بدي احكي. تعال هون والله بدي احكي. يلا احكي لك. خلاص دار معنا هون؟ لا مين بده اياه؟ إرسوي أولوبي. انت اللي اسمك عمران؟ ليش حضرتك بتعرفني؟ بس انا ما سبق والتقيت فيك. اسمح لي صافح ايدك اللي قوصته الاسكندر. ما طلع من القصة شيء. عملنا شغلة بس ما كملت. المعلم مراد هو اللي كملها. امتى بيرجعوا الشباب لهون؟ ليش خير؟ إذا في شي مستعجل بتصل. بدي عزبك تتصل معلش. جاي بسبب قضية السيد تركي؟ جاي مشانكم كلكم. شرف.
شو عمران؟ معلم اجا واحد يمكن بيعرف محل السيد تركي. مين هو؟ اسمه إرسوي أولوبي. زلمة مهذب كتير. مين هذا إرسوي أولوبي؟ نحن شو قلنا علاقة بإرسوي أولوبي معلم؟ ليكون عمران سامع اسمه غلط. عمران سمعت اسمه منيح؟ ايه معلم. روح اسأله مرة تانية. عبدو انا ما عندي مشكلة بالذاكرة مثلك، انا بتذكر منيح. لما قلك سأله بتسأله. ليش عم تبالغ؟ ما فهمت. يكون مين مكان لما منروح منسأله. اخي انت بتعرف مين بيكون إرسوي أولوبي؟ شو يعني مطرب؟ كان مشهور وقت كنت صغير ويمكن بتحبه لهلأ. عاد المؤاخذة بدي عزبك، حتى ما أقول اسمك غلط ممكن تعيده مرة تانية؟ إرسوي أولوبي. عبد الحي بيعرفني منيح. عنده مشكلة براسه هاي الفترة، لو من زمان كان تذكر فورا. سمعت يا عبد الحي؟ سمعت. خلص سمعت. انت استضيفه عمران، نحن بنخلص شغلنا وبنيجي بسرعة. ماشي معلم. شاي ولا قهوة؟ اشرب قهوة من عندكم. هذا زعيم المخابرات؟ زعيم المخابرات وعراب الجواسيس والمنظمة والسرسرية والمهربين كمان، عراب كل هدول. جاي من شان رجاله؟ أكيد ميماتي. وهذا كمان منحفر له جوره، ليش آكل همه؟ شو كأنه عاملين حملة تشجير معلم؟ إرسوي هذا عريشة مو شجرة، يعني ما بتعرف وين بتبلش إيده وين بتنتهي. دخيل مبالغاتك وهذا الحكي تبعك. بالغ بالغ، قول إنه أكبر من اسكندر كمان. ما بعرف إذا أكبر ولا أصغر، بس على الأقل اسكندر عنده شوية أخلاق، بس إرسوي ما عنده بنوب. هالخنزير كان عنده أخلاق حتى يقتل مرتي وبنتي.